يشرح لك صدرك. ما هي أسباب انشراح الصدر؟ قراءة القرآن، الصلاة. إيه والله، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قيام الليل، إيه والله، إيه والله. ترى أنا أقول إيه والله لما ذكره أهل العلم، الاستغفار. نعم، لأن الاستغفار يبعد الران الموجود على قلبك، يصبح قلبك صافيا صافيا. فإذا كان صافيا سعث هذا القلب وانشرح. الإحسان، نعم، أنا ما زلت أقولها من أسرع، شوفوا سأقولها بهدوء، من أسرع ما يسكب الانشراح والسعادة في قلبك الإحسان إلى خلق الله، أيا كان هذا الإحسان. الصدقة، أحسنت، والصدقة من أخص أنواع الإحسان، لأن الإحسان أحيانا يكون بكلمة، أحيانا يكون بعفو، أحيانا يكون بحط مبلغ. أنا سأسامحك عن 4000 لا عن 8000 كلها، هذا نوع من الإحسان. أحسنت، تنقية القلب من الحقد ومن الحسد. ويا سبحان الله، كلما كثرت الذنوب ضاق الصدر. خذها قاعدة، لا تتخلف هذه القاعدة. قلت الذنوب وزادت الحسنات اتسع الصدر. ولذلك تجد بعض الناس يقول أنا ضايق صدري ما أدري منين. لا تدري، وإن لم تدري فنحن ندري، وإن لم ندري كلنا فهذه حكمة الله عز وجل، أن القلب يضيق بالمعاصي أيا كانت هذه المعاصي، وأن القلب يتسع بالطاعات، وخاصة كلما عظم التوحيد في قلبك.